اندلعت اشتباكات جديدة في مخيم إيدوميني على الحدود المقدونية اليونانية بعد أن حاول اللاجئون تسلق الأسلاك الشائكة التي تفصل بين البلدين لمحاولة العبور إلى الأراضي المقدونية. الشرطة المقدونية ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق اللاجئين الذين طلبوا السلطات المقدونية بفتح حدودها ليتمكنوا من مواصلة طريقهم إلى أوروبا الغربية. الحكومة اليونانية أدانت بالشدة استخدام القوة ضد اللاجئين، لكن سكوبيا حملت السلطات اليونانية المسؤولية متهمة إياها بالسلبية. وعلى الرغم من مغادرة المئات منذ الأحد إلى مخيمات أفضل تنظيما، لا يزال أكثر من 10,000 لاجئ يعيشون في مخيم إيدوميني وسط عدم توفر أدنى شروط الحياة الأساسية.